هو اول حاجه طبعا انا عايز اشكركم على دعوتي للايفنت ده. انا بامانه انا منبهر، ما كنتش متخيل كميه شباب ما شاء الله اللي عندهم الشغف. العدد جميل جدا، انا كنت متوقع الصراحه يعني، حتى كنت بقول للشباب اللي دعوني كنت متوقع ان العدد هيبقى قليل، لكن بسم الله ما شاء الله مرتب جدا. النجوم اللي حاضرين، زمايلي اللي متواجدين، الفكره ذات نفسها فكره هايله، لان احنا اصلا في مصر احنا من اوائل الناس اللي عملنا حاجه اسمها صناعه كره قدم. ممكن يكون حصل لنا بعض التقصير فيها، لكن تبقى مصر هي الشعلة المضيئة لكل صناعات كرة القدم في العالم العربي كله. فدي أنا شايف إن شاء الله إن هي خطوة بداية إن إحنا الأيام اللي جاية يبقى الموضوع يتطور بإذن الله تعالى. أفضل ماتش أنا علقت عليه كان تشيلسي ليفربول 4-4 في دوري أبطال أوروبا نسخة 2009. كان ماتش جميل جدا، وأنا الحمد لله يعني ربنا وفقني في الماتش ده، وكان ماتش يعني زي ما بيقولوا إيه ما خلصش إلا بشوطة لامبرد اللي قضت على أحلام ليفربول في البطولة كلها. كنت بعلق على ماتش في الكلاسيكو في الدوري السعودي الأهلي والهلال في 2017، لقيت اخويا بعت لي مسج بيقول لي ابوك دخل العمليات، يعمل عمليه قلب مفتوح ادعي له. فبعد ما خلصت الماتش بعت للمدير بتاعي بستاذنه، فقال لي لا انت عندك ماتش بكره. قلت له على فكره يعني انا والدي بيعمل عمليه دلوقتي اصلا، وانا كويس ان انا عرفت اعلق على الماتش. فكلمني قال لي انت بتهزر، انت عامل ماتش كبير. قلت له زي ما بقول لك كده، وبعت له سكرين شوت في المسج. مشكورا ابراهيم العنجري اللي هو كان مديري في مجموعه ام بي سي برو سبورتس، قطع لي تذكره في ساعتها وطلع لي الفيزا بتاعه البحرين، ورحت حضرت العمليه مع والدي الحمد لله. يعني مباراه احسن من كده الصراحه كانت مباراه اي سي ميلان ولاتسيو، لان انا اصلا بحب الميلان، كانت في كاس ايطاليا وداخل بقى معلومات كتير وكلام كتير، فما اديتش الاجوان حقها ساعتها وميلان اتغلب يعني. الصراحة ماتش صعود مصر لكأس العالم مصر والكونغو، بص مفيش شك طبعا ان هو كاس العالم، بس انا الحمد لله علقت كاس عالم ارضي مع التلفزيون المصري. بس كل كاس عالم بيعدي ببقى متضايق، لان هي دي الكريمه، وبالذات لما بيبقى فضائي يعني. لكن الحمد لله كل البطولات الكبيره اللي نفسي علق عليها علقت عليها الحمد لله. شوف صناعه الكره في مصر عشان خاطر تبقى بيرفكت لازم نقول ان كل الانديه متساويه مع الاهلي والزمالك. طول ما احنا بنعامل الاهلي والزمالك ان هم مختلفين عن كل الانديه، هم طبعا مختلفين طبعا بالارث الكبير بتاعهم، بالتاريخ الكبير بتاعهم، بالتاريخ العريض اللي هم صانعينه، الاهلي بالذات طبعا يعني القابه في الدوري المصري يعني هو اللي هو حصه الاسد. بس انا دايما بشوف ان دايما الاعلام ودايما صناعه الكره في مصر مع الاهلي والزمالك، لا احنا عايزين تبقى مع الاهلي والزمالك وانبي والاتحاد السكندري والمصري والاسماعيلي وفيوتشر وطلائع الجيش وكل الانديه يعني.